مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تمدد الميليشيات في العراق والحديث عن ذكرى تأسيس ميليشيا العصائب ومشاركة زعيمها في منتدى العراق، معنا من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ المدري. السلام عليكم أستاذ معاذ. ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا بكم. ما حقيقة هذا الظهور لقيس الخزعلي المدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية في منتدى تحضره السفيرة الأمريكية في بغداد ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى؟ كيف تقرؤون هذا الظهور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان هذا الظهور وليس الأول من نوعه في مقام مثل هذا، ولكن ما حصل في منتدى بغداد أو في منتدى العراق لا يدل إلا على أن بين الاحتلال الأمريكي ونظيره الإيراني في العراق بينهما تكامل واتساق. زعيم ميليشيا العصائب ومن معه هم أدوات لمشروع الاحتلال الإيراني الذي تجد فيه واشنطن منفعة تمهد لها الطريق نحو إكمال مشروعها وتحقيق الجزء الأكبر من أهدافها في هذه المرحلة. الحقيقة يعني بالنظر يعني لأسباب حضور السفيرة الأمريكية ومساعدة وزير الخارجية وغيرهما من المسؤولين الغربيين، جميع هؤلاء المسؤولون لا يجدون مشكلة في الظهور مع قادة الميليشيا، ولا يعدون ذلك أمرا منافيا لمقاصد الولايات المتحدة في العراق. سبب ذلك يعود إلى أن الميليشيات وقادتها والأحزاب التي تدعمها هي المكون الأكبر إن لم يكن المكون الأوحد لمشروع الولايات المتحدة الاحتلالي في العراق. ولما كان الأمر كذلك، فإن استمرار سياسة التخادم بين شريكين الدولي والإقليمي في العراق منوط بحسن العلاقة بين المسؤولين الأمريكيين وأدوات إيران في النظام السياسي ببغداد. نعم. وهذا ما هو حاصل في المشهد. كل الدعايات العدائية والأصوات المرتفعة بالخصومة التي يصدرها أي من الطرفين ضد صاحبه، نعم، هي في الحقيقة مجرد مغالطات يراد منها أولا إغفال الحقيقة التي يشهدها العراقيون على أرضهم، ونسيان أن بلادهم خاضعة لاحتلال مزدوج وأن طرفي هذا الاحتلال يتعاونان في كل شيء ويسعى كل منهما للبقاء في ظل نظيره تحت خيمة المشروع المشترك. نعم. الذي تختلف فيه صلاحيات كل منهما ومكاسبه تبعا لتطورات. طيب. الأحداث ومقتضيات المرحلة. طيب، هنا يعني كيف تقرأ وجود اسم قيس الخزعلي أو كتابة اسمه في قوائم الإرهاب الأمريكية؟ ما الغرض من كتابة أو إدراجه في قوائم الإرهاب؟ هذا جزء من الخداع والتحايل المفضي كما أتت إلى إشغال الشارع العراقي خاصة والرأي العام بشكل عام، لأن منهجية التخادم بين الطرفين الأمريكي والإيراني تقتضي استمرار حالة الفوضى في العراق بما يجر على المنطقة حالة مماثلة من اللا استقرار. إذا ما راجعنا محددات العملية السياسية ومقاصد القوى التي تسيرها وعلى وجه الخصوص الإرادة الدولية بقيادة واشنطن ونظيرته الإقليمية طهران، نجد ذلك باديا بوضوح. الخزعلي وميليشياته ومن على شاكلته من الرؤوس والمجموعات الإرهابية المرتبطة بإيران نماذج من الثمار الفاسدة التي أنتجها المشروع الاحتلالي في العراق. طيب، هنا السؤال أستاذ معاذ، لماذا يحاول الخزعلي وقادة هذه الميليشيات التنصل من حقيقة أن هذه الميليشيات كانت رديفا عسكريا لقوات الاحتلال في مناطق ومدن المقاومة السنية منذ الأيام الأولى للاحتلال؟ الواقع الحال يشير إلى أن المسألة يعني الخزعلي ومن على شاكلته من قادة الميليشيات ومن المجاميع الميليشياوية والأحزاب السياسية ذات الصلة بهم، هؤلاء جميعا مرتبطون وجودا وعدما بمشروع الاحتلال الأمريكي منذ بداياته وحتى اليوم. نعم. الولايات المتحدة وجدت في هؤلاء الأداة المناسبة للإجهاز على كل ما يعبر عن مناهضة مشروعها في العراق، وهي تستعد لتجعلهم مؤثرين في المنطقة حتى ينجح هؤلاء فيما تريده الولايات المتحدة. لزم عليهم أن يتخلصوا من حالة المجتمع العراقي الرافض لمشروع الاحتلال، فأخذوا يغالطون في الحقائق ويصرفون الأنظار عن صنيعهم بافتعال العداء والخصومة، والحقيقة غير ذلك. نحن إذا نظرنا إلى تاريخ العراق الحديث، يعني نحن نتحدث ما زال أغلب الذين عاصروا تاريخ العراق ولا سيما في العشرية الماضية كانوا ما زالوا أحياء، يعني لا نستدعي شهادة من مجهول.
ميليشيات الخزعلي ومن على شاكلته سرقوا إصدارات المقاومة العراقية وحاولوا ترويجها على أنها من صنيعهم في الوقت الذي هم كانوا الأداة المباشرة لقوات الاحتلال في ضرب المناطق العراقية التي كانت حاضنة للمقاومة العراقية. نعم. واستخدموا شعار وستار الطائفية لتنفيذ هذا المخطط. طيب، هنا حضور الميليشيات مع عنوان مؤتمر منتدى بغداد الذي يشير إلى الاستقرار والازدهار، هل هي محاكاة لدور الحرس الثوري الإيراني، محاكاة للميليشيات في العراق كما الحرس الثوري وهيمنت على مقاليد الحكم؟ الحقيقة هذا السؤال لو كان الظرف في العراق طبيعيا لأمكن طرح هذه القضية على طاولة العقل وأجريت عليها مباحثات في ميزان المنطق بناء على ما يجري من أحداث، ولكن الوضع العراقي ولا سيما الأمني والسياسي فيه وضع شاذ ولا يستسلم بالانضباط. لا يمكن بأي حال أن يكون يعني نموذجا يناقش فيه أمر، يعني لماذا يجمع مؤتمر يشير إلى الاستقرار والازدهار يجمع بين نقائض بأن يستضيف ويجعل من هم متهمون بالإرهاب يعني أصحاب الجلسة حاضرون في هذا المؤتمر. نعم نعم حضرت هذا المؤتمر بعد عهدت الى خزعلي رئاسه احدى الجلسات في هذا المنتدى. الحقيقه المؤتمرات هذه منها وما على شكلها من هذا النوع هي وسائل فساد سياسي وثقافي، وهي مجرد خطوه في مساق الترويج لمشروع الديمقراطيه الكاذب الذي بشرت به واشنطن حينما احتلت العراق. نعم. هذا الخداع هو باتجاهات متعدده، منها ما هو داخلي يراد منه الاستيلاء على اهتمام العراقيين وإشغالهم عن حقيقة ما يجري في البلاد، ومنها ما يراد تصديره إلى الخارج لترويج الأكاذيب بين أوساط الرأي العام وإعطاء صورة عن العراق على غير ما هو حاصل. الخزعلي ونظرائه الذين حضروا في هذا المنتدى هم النموذج والمثال الذي تريد الولايات المتحدة أن تصور المشهد العراقي على شاكلته. طيب، يعني لو رجعنا إلى الوراء خطوة، ماذا عن الدور الأمريكي في دعم وتأسيس الميليشيات؟ كيف ساهم السفير الأمريكي السابق جون غروبونتي بعد 2003 في ترسيخ نفوذ هذه الميليشيات وبسطت سيطرتها بهذا الشكل بالعراق؟ نعم، يعني تأكيدا لما هو مؤكد وما سبق الحديث عنه، الاحتلال الأمريكي في بداياته والاحتلال المزدوج القائم اليوم بالشراكة بين طهران وواشنطن يعتمد كليا على مجاميع الميليشيات في تسيير مشروعه على الأرض. نعم. الحقيقة ما قام به نيغروبونتي هو ليس إلا استكمالا للمسار الذي ساقه بول بريمر الحاكم المدني للاحتلال الأمريكي في العراق. نعم. حينما بادر فور وصوله بغداد لاتخاذ قرارات جائرة كان من بينها حل الجيش العراقي وتشكيل جيش آخر، ألف نواته من ميليشيات الأحزاب السياسية الخمسة الرئيسة التي قدمت مع الاحتلال، هذه الأحزاب التي ترتبط بإيران إما منهجيا وأيديولوجيا أو بارتباط مصالح وتحالفات. ليبدأ من هذه النقطة مشوار الطائفية السياسية اعتمادا على مجريات المشهد. نيغروبونتي هو صاحب تاريخ متسخ بالجريمة في دعم الجماعات اليمينية في أمريكا الوسطى وغيرها. نعم. فهو الذي أسس الميليشيات وفرق الموت في ثمانيات القرن الماضي، أراد أن يستكمل الطريق في العراق حينما طور المؤسسة العسكرية في ظل الاحتلال بطابعها الميليشياوي، عززها بفتح المجال على أوسع مدياته لمجاميع أخرى وفرق موت التي بلغت جرائمها الذروة في عهده، سواء يعني بعملها في ظل قوات الأمن أحيانا، وفي أحيان هي الأكثر تعمل وفق مسارات تقودها إيران مباشرة وتغذيها البنتاغون بالتغطية والدعم. استخدموا هؤلاء يعني قادة الميليشيات والميليشيات أنفسهم استخدمت سلاحا لضرب المقاومة العراقية. في كل الأحوال كانت سياسة نيغروبونتي تجتهد في صرف الأنظار عن جرائم الميليشيات بافتعال عمليات عسكرية وحملات اعتقال بأهداف طائفية بذريعة محاربة ما تسميه الإرهاب. نعم، وهذا يظهر أو هذا يبين أن التصافح ما بين الميليشيات وأمريكا أصبحت فوق الطاولة من بعد أن كانت تحت الطاولة. من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.